قولي يا هشام، مين بقى من نجمات ومطربات التسعينات لو عملت معها حفلة تحب ان يعني، او لو عملت حفلة مع سيدة تحب ان هي اللي تكون موجودة من والله. جيلكم؟ بصي انا اقول لك حاجه، انا بحب كل نجمات التسعينات. ايوه يعني كنت بحب حنان ومنى عبد الغني، كنت بحب اصاله جدا، وكنت بحب سميره سعيد وانغام. انغام واو، انغام يعني ولما شيرين طلعت حبيتها جدا، بس طبعا شيرين ما تعتبرش من التسعينات مش كده؟ لا لا، يعني ما بعد شيرين ما بعد الألفين، الفينات الفينات يعني. فأنا بحبهم كلهم بصراحة. لا لكن مين تحس انه ممكن تعرفوا تعملوا حفلة او دويتو لطيف مع بعض؟ يعني ما ممكن تكون بتحبهم كلهم وكلهم بيطربوك، لكن في ناس يعني لونهم يليق معاك. ما اعرفش ليه، انا حاسه سميره سعيد مثلا ممكن كانت تبقى لو عملت معاك دويتو تبقوا لايقين على طريقه غنى بعض. ممكن طبعا سميره تحفه، عسوله يعني مثلا، لذيذه يعني. جدا. وممكن طبعا اصاله لانها برضو بتعرف تشكل صوتها. فعلا كلهم اصلهم يعني محترفين، يعني محترفات، لان صح هم بيقدروا يغيروا صوتهم. بس انغام ليها شكل روح ولون كده. عايز حد يعني. انت عملت معاها التجربه في البرنامج، برنامج انغام على بيتعرض عندنا على دي ام سي. ايوه غنينا مع بعض الاغنيه بتاعت سيد مكاوي، الشيخ سيد مكاوي. ما تفوتنيش انا لو انا وحدي. ما تسيبنيش انا وحدي. جميله، جميلة. من الروائع فعلا فعلا.